جدا. انا كنت في البي بي سي فترات، فاتصلوا فيني قالوا نبغى نعد تقرير عن المشاركه السعوديه في الاولمبياد. ادور موقع لجنه الاولمبياد في ذلك الوقت لم اجد اي معلومه، ما في ارشيف، ما في موقع اللجنه من المشاركين ولا مين. فاتصلت على اللجنه الاولمبيه، يا جماعه عندكم موقع انجليزي نزود بالبي بي سي في لندن ياخذون من المعلومات، نشتغل. ما لقينا. فاتصلت بالزميل العزيز عبد العزيز الغيام وناقشته في الموضوع، عبد العزيز مين هم اللي جاء يعني كصحفي نقعد ويانا، مين الابطال ذا؟ نزل عبد العزيز طبعا يعني انتقد اللجنه ونزلها في مقال. اللي يقصد الان قبل مشاركه كاس العالم انت مهم العالم يطلعون عليك، صحيح. يدخلون صحيح. عليك وياخذون كل معلوماتك صحيح. من مصدر موثوق. لاحقا البديهيات تاتي. الله اكبر. البديهيات ابو يزيد انت تشوف ان الى الان احنا جالسين نستثمر تواجد